هذه المبادرة وأن أنها مقترح قانون عدد 27 لسنة 2020 يتعلق بأحكام مالية للانتداب في القطاع العمومي. راهو المسار بتاع المبادرة ماشي بشكل طبيعي، ليس هناك أي تعقيد، لأن هناك يعني خطوات لابد من القيام بها. قمنا بالخطوات ثلاثة أرباح، قمنا بحناها على مكتب المجلس، دعمت بها للشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، استمعنا إلى جهة المبادرة، وبظروف الكورونا لم نتوقف عن العمل، تلقينا تقارير مختلفة التنسيقيات والأطراف ذات العلاقة بمبادرة التشغيل. في مجال يوم الأربعاء هذا ويوم الخميس عندنا مواعيد مع وزراء من الحكومة للأطراف الحكومية لكي نستمع إليها أيضا، ثم بعد ذلك تنتهي المشاورات جميعا. الأسبوع اللاحق تجتمع اللجنة اجتماعها لكي تقر الصياغة النهائية بعد ما استمعت لمختلف الأطراف. اللي احنا بالنسبة لنا رانا استمعنا للجميع، اللي عنده علاقة وحتى اللي عنده موقف. هناك ناس معنيين باتفاقيات مع الحكومة ومع اتحاد الشغل ومع وزارات التربية والتعليم العالي، واحنا عندنا مبادرة بتاع قانون لانتداب المعطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم 10 سنوات فأكثر، واللي اعتمدنا في الأول قانون جوان 2012 اللي فيه حصبة معينة لهؤلاء الناس بقطع النظر على المعايير. ما زالتنا إذا تجتمع اللجنة وتقر الصياغة النهائية، وعدي لمكتب المجلس لكي يحيلها على الجلسة العامة، وبحول الله قبل 30 جويلية اللي هو العطلة النيابية. المبادرة مش معطلة، أمضوا عليها 35 نائب سلطة تشريعية تصدر القانون، والسلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة هي عندها التنفيذ. وهذا علاش لما باش نشاوروا بالحدث مع الحكومة باش نقولوا لهم على باش تصدروا قانون، وأنتم باش تشوفوا جميع الشهور في جميع مفاصل القطاع العمومي المركزية والجهوية التابعة للمؤسسات العمومية وشبه العمومية كلها بلا استثناء تستوعب هؤلاء المواطنين عن العمل.